سلام عليكم يا جماعة الخير، بس مجرد دلالة بسيطة أطرحها. شوفوا هذه شجرة مانجو يا جماعة الخير، عمرها الآن 18 سنة، تمام؟ الله يزيد ويبارك لها. طبعاً لأن ما يبغونها تروح واجد مرتفعة فيصيدها تقليم. الشجرة اللي صوبها عمرها 13 سنة تقريباً 12 سنة، بعد تقلم ومثمرات ما شاء الله وثمارهم كبير تبارك الرحمن. أكو يبين جذعهم واضح. مزروعين في شنو؟ في أصايص على السطح. الأصيص الواحد 150 لتر فقط، عايشة في نبتة مانجو مثمرة تبارك الرحمن، عمرها 18 سنة والثانية عمرها 13 سنة، وهذه شتلة مهيئة للإثمار مانجو بعد. طيب عمرها سنتين ونص في أصيص 75 لتر. ها بس هذه اللي أنا أبغى أوصله من هالفكرة هذه، إنه مش لازم أرض. هل تشوفون في تعب في الأشجار؟ لا، اللهم لك الحمد والشكر يا عظيم. هذا أصيص كم؟ 45 لتر. 35 لتر. وهذا الأصيص 75. شوف الشجرة اللي فيها يكبر تبارك الرحمن، نفس الشيء. هذه الشجرة الكبيرة اللي عمرها 18 سنة من الخلف، وهذا أصايصهم في الأسفل. هذه أصايصهم، شوفوا يا جماعة الخير، أكو جذعها واضح يبين، وهذه جذعها واضح يبين. بس للتأكيد أن شغل الأصايص ممكن يكون ناجح بنسبة أكبر من زراعتها في الأرض المستدامة، خصوصا لما تقدر أنت تسيطر على أوضاع الشجرة بتربة جيدة، بتسميد جيد، وسقي منتظم، راح تكون عندك شجرة تعيش 18 سنة في أصيص 150 لتر فقط، ويعطيكم العافية. وهذه الليمونة يا جماعة الخير، ليمونة عمرها 8 سنوات، شجرة ليمونها، وتثمر بغزارة. ارتفاعها الآن تتكلمون عن كم؟ 4 متر، أزيد 5 متر تقريبا. زين؟ شوفوها فوين عايشة؟ في أصيص 150 لتر، وتو مبدل لها، كان قبل 75 ابو عمار صح؟ 75 لتر، الان 150 لتر، كبروا لها شوي، 8 سنوات وتنتج بغزاره. هذه فقط ادله لزراعه الاصايص. شنو تربتك ابو عمار؟ هذه الخلطه. الخلطه العاديه. بيتموس و كومبوست بارالايت. بوتنج سويل. يعطيك العافيه حبيبي.